حب أهل البيت قربا وهو أسمى الحب رتبا ذنب من والاهم يغسله مزل المحبة والذي يبغضهم لا يسكن الإيمان قلبا والذي يبغضهم لا يسكن الإيمان قلبا سادة القرآن والأكوان أمناء الخالق الرحمن سادة القرآن والأكوان أمناء الخالق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن في رحاب باقر أهل البيت عليهم السلام، الإمام محمد الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين. لا بد أن نقف وقفة مع هذا الإمام، نحاول من خلال هذه الوقفة أن نزيل بعض علامات الاستفهام، ونحاول إبدالها بنقاط من أجل أن تعم الفائدة لنا بشكل خاص، ولكم أنتم أيضا بشكل عام سادتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. من جوار مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، نبدأ على بركة الله وحوارية هذا المساء مع ضيفي كريمين. الضيف الأول سماحة السيد قاسم الموسوي، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم. الله يبارك بكم. أيضا التدريسي في جامعة المثنى، تدريسي علوم القرآن، زميلنا العزيز الدكتور ناجح الميالي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. إذا على بركة الله نبدأ سادتي المشاهدين الكرام وسماحة السيد قاسم الموسوي. سماحة السيد، حينما نأتي إلى الإمام الباقر عليه السلام ننهل الكثير من العلوم، لكننا قبل أن نبدأ بنهل العلوم لابد أن نقف حتى ولو على أعتاب حياة هذا الإمام الفذ، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ديان يوم الدين، باعث الأولين والآخرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث هدى ورحمة للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الغر الهداة الميامين، سلام الله عليكم وعلى جميع الإخوة. اللهم صل على محمد وعلى محمد، أحسنتم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بلا شك المدخل لسيرة هذا الإمام العظيم لابد أن نتحدث عنه شيئا، يعني البطاقة كما يقال الشخصية للإمام عليه السلام، هو الإمام الخامس من أئمة أهل البيت عليهم السلام. إذن هو النجم الخامس في سماء الإمامة، شجرة الإمامة المباركة. أمه فاطمة بنت الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، أبوه الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فإذن هو مولود من إمامين، أبوه علي بن الحسين الإمام المعصوم، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن. ولد في اليوم الأول من شهر رجب سنة 57 للهجرة، وإن كان البعض يرى أنها 56، لكن الاختلاف طفيف. وبقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه حتى سنة 114 للهجرة، حيث استشهد أيام الخليفة الأموي الوليد، وقيل هشام بن عبد الملك، أيضا على اختلاف بينهما. مدة حياة الإمام عليه السلام 57 عاما. قضى 3 سنوات مع جده الحسين عليه السلام، وكان حاضرا في ملحمة عاشوراء
يوم عاشوراء على أرض كربلاء، وهو ابن 3 سنين وبضعة شهور، وقد شاهد بأم عينيه ما جرى على جده الحسين وعلى أهل بيته، ثم سار أيضا في رحلة السبي إلى الشام ثم إلى كربلاء ثم إلى المدينة، عاش هذه المحنة. بعد ذلك عاش المحنة الكبيرة مع أبيه الإمام السجاد عليه السلام قرابة 34 عاما. وإذا سنح الوقت نتحدث عن أهم المصائب التي عاشها الإمام عليه السلام، لأن هذه الفترة بالحقيقة فترة مظلمة جدا مرت على أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت صلوات الله عليه وعليهم. وبعد شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام سنة 95 الهجرة، الإمام السجاد استقل بالإمامة، يعني مارس الإمام مدة 19 سنة من وفاة الإمام شهادة الإمام زين العابدين حتى شهادته سنة 114 الهجرة. الإمام محمد الباقر عليه السلام، احنا نعرف قبل كل شيء أن الإمامة نص وتعيين من قبل الله عز وجل، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله نص عليه في الرواية المشهورة التي ينقلها جابر الأنصاري، أنه نص على أمير المؤمنين ثم بعد ذلك قال له: فإذا حضرتك المنية وتسلمها للإمام الحسن، ثم قال للحسن عليه السلام: فإذا حضرتك المنية سلمها للإمام الحسين، وهكذا ثم إذا حضرتك المنية تسلمها إلى علي بن الحسين والدك علي. جابر الأنصاري يقول: كنت أنا حاضر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جابر، كيف بك إذا لقيت للحسين يولد للحسين ولد هو علي بن الحسين يدعى أو يلقب زين العابدين، فإذا كان يوم القيامة نادى منادي: أين زين العابدين؟ فيقوم علي بن الحسين يخطر بين الصفوف حتى يدخل الجنة، ثم يولد له ولد اسمه محمد، وهو يبقر العلم بقرا، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأبلغه عني السلام. هذه الرواية أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، سلام الله عليه، يقول للإمام الحسين: فإذا حضرتك المنية تسلمها إلى علي بن الحسين. علي بن الحسين موجود كان حاضرا، ثم قال له: وإذا حضرتك المنية فتسلم الراية الإمام إلى ولدك محمد، وهو الذي سوف يبقر العلم بقرة، فإذا كان كذلك أخبره عني، أبلغه عني السلام. إذن هناك أكثر من دليل روائي على النص على تعيين الإمام الباقر عليه السلام بالإمامة. راح نقول بلا شك نعرف يعني قضية حصرا بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعين الإمام، وليس لرسول الله أو لأحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام أن يتلاعب بذلك، أن يضيف أو يحذف أو يزيل أبدا. الأمر بيد الله تعالى حصرا. الإمام الباقر عليه السلام وهو طفل صغير بدت عليه علامات النبوغ والذكاء بشكل كبير. طبعا كان الإمام بلا شك نعرف أنه لا يستطيع أن يمارس وظيفته كإمام بوجود في ظل إمامين، الإمام المعصوم، ولكن هذا لا يعني أنه إذا استفتي لا يجيب وإذا سئل لا يجيب. فلذلك كان يسأل، يقول مثلا أحدهم: كان عندي مسألة، فدخلت مسجد النبي فكان الناس محتفين حول عبد الله بن عمر بن الخطاب باعتبار شيخ كبير، والناس تسأله كذا، فيقول فأعيته المسألة ما عرف يجيب. فالتفت قال لي: انظر ذلك الغلام، يقول أنا ما أعرفه، فقال لي: اذهب إليه سله ثم علمني بالجواب. يقول ذهبت إليه فعلا فصل المسألة وأجابني، فرجعت إليه أخبرته، قلت: من هذا الغلام؟ قال: هذا محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. أحسنتم سيدنا، يقينا هنالك تفاصيل أخرى سنقف عند هذه التفاصيل من هذه الحياة العطيرة وجنابكم الكريم سماحة السيد قاسم. دكتور، طالما أخذنا جانب النسب للإمام الباقر عليه السلام وأخذنا شيء من حياته، وإن شاء الله نستمر مع جناب سماحة السيد قاسم في هذا المجال، لابد أن ننظر إلى الإمام الباقر من منظومة إنسانية، فيا ترى من هو الإمام الباقر من هذه المنظومة؟ أحسنت سيد رسول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. وصلاته وسلامه دائما أبدا سرمدا على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وصلاة وسلام على باقر علم الأولين، وصلاة وسلام على من تنسم آلام كربلاء. الإمام الباقر عليه السلام بتعريف المنظومة الإنسانية هو إنسان خلقه الله في أحسن تقويم، صورة شاء الله أن يركبها فأحسن تركيبها، صدقت بالدين فعبدت ربها حتى أتاها اليقين. هو علم وعمل صالح يرفع إلى كل الأزمان لينيرها بإنسانيته الرائعة العلمية. استطاع هذا الإمام أن ينبثق بأساس جامعة أهل البيت عليهم السلام. نستطيع أن نقول أنها جامعة بحق، لأنه الإنسان الذي استطاع أن يغتنم الفرص بحقيقة الإنسانية الحقيقية ويؤسس لهذه الفرص ولهذه العلوم التي أكملها من بعده ولده الإمام الصادق عليه السلام، لأن هذه الفترة التي اغتنمها الإمام الباقر أيضا أعطت شيء، أنه للإنسانية جمعاء وللعلماء ولكل من يريد أن يمتطي صهوة العلم، أن الإمام عليه السلام أعطى إشارة أن أهل البيت لو ثنيت لهم الوسادة في كل الأوقات للعلم ماذا كانت الإنسانية ستحصل. هذه المدرسة التي أسست في زمن الإمام الباقر عليه السلام أتيحت الفرصة وثنيت الوسادة بشيء من الثني إذا صح التعبير، فقط للإمام الباقر عليه السلام وللإمام الصادق عليه السلام، لأنها كانت فترة سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. أيضا الشعارات التي كانت ترفعها هذه الدولة يعني كانت لا تتيح لهم أن يعترضوا طريق أهل البيت عليهم السلام، لأن الشعارات التي رفعها العباسيون في ذلك الوقت هي نصرة أهل البيت وثارات الإمام الحسين عليه السلام، وأن أهل البيت هم المظلومون. بعد ذلك تغيرت الحال وهو معلوم يعني في التاريخ، هذا مسجل يعني. فالإمام بصورته الإنسانية الحقيقية امتطى صهوة العلم بمعنى الكلمة. كانت جامعة الإمام الباقر عليه السلام إذا صح هذا التعبير مني هي جامعة أهل البيت، تستحق هذه الكلمة بمعنى الكلمة. كانت تجمع العلماء، كانت تجمع كثير من الأحاديث، بل آلاف الأحاديث التي تروى كانت من خلال الإمام الباقر عليه السلام، أنتجت لنا أبان بن تغلب وزرارة بن أعين وهذه الشخصيات التي حفظت أحاديث أهل البيت عليهم السلام. حتى أن منهم كان ممن يحفظ أحاديث أهل البيت، عبروا عنه قالوا أنه لولاهم لما حفظت أحاديث أهل البيت عليهم السلام. الإمام الباقر حقيقة يعني نستطيع أن نقول أنه صرخة علمية أساسية ثبتت علوم الإسلام كي تصل إلى الأزمان الأخرى التي بعده، مع أن الوقت الذي عاشه الإمام كان مفعم بالثورات، كان مفعم بالانتفاضات الأحداث. الإمام كان يقرأ التاريخ قراءة حقيقية صائبة، قراءة واقعية. من جرف الإمام مع الأصوات التي كانت تنادي نصرة أهل البيت أو أنه يريد دولة أو غيرها، لأنه كان يقرأ أحداث كربلاء وكان يعرف نصرة الناس وكان يعرف كل الأشياء. وهذا هي سيرة أهل البيت عليهم السلام، دائما يضعون النقطة على الحرف الذي تحتاجه الإنسانية الحقيقية. اغتنم هذه الفرصة ليؤسس هذه الجامعة، وحقيقة الجامعة عندما نتحدث عنها ونكررها علينا أن نعلم أن علوم أهل البيت عليهم السلام ومصادرها الأساسية في كتبنا الأربعة المعروفة أو أصول العلم جاءت من أساس هذه المدرسة، ولذا جامعة الإمام الباقر عليه السلام التي وضع الأساس لها وأكملها من بعده الإمام الصادق عليه السلام. أنا لا أريد أن أقول أن أهل البيت عليهم السلام لم تكن لديهم هذه العلمية، لكن هذه الفرصة التي أتيحت لهذا الإمام العظيم حقيقة يعني هي التي أنارت الإنسانية بعلوم أهل البيت وتاريخ أهل البيت الذي وجد الآن وتنشرح له كل الإنسانية. طيب. سماحة السيد دكتور ناجح وظف إنسانية الإمام الباقر وجعله جامعة لأهل البيت عليهم السلام،
أو كما قال أن الفرصة سنحت له وكان جامعة لأهل البيت، لابد لهذه الجامعة أن تكون لها علاقة وطيدة بالأمة. فكيف كانت حياة الإمام الباقر واحتكاكه بالأمة؟ بلا شك أهل البيت عليهم السلام هم القدوة في كل شيء، وهم المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي بهم. نعم. وأن نأخذ عنهم. نعم. الإمام عليه السلام عند مستويات من العمل، مستوى الأول مع الأمة. نعم. مستوى الثاني مع النخبة أو الجماعة الصالحة كما يسميهم الأستاذ العظيم الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، هاي اثنين. ثلاثة، الإمام أيضا عنده برنامج خاص به هو صلوات الله عليه، سوف نتحدث عنه في عبادته وفي عمله باعتباره قدوة الأمة تقتدي به. على مستوى الأمة، الإمام عليه السلام كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويفتي الناس ويحدث الناس. نعم. طبعا هذا تكمل لما قام به الإمام السجاد عليه السلام. الأمويون يعني بعد واقعة كربلاء وضغط الناس عليهم شعروا بالخطورة الكبيرة، ولذلك عبد الملك بن مروان مثلا لم يتعرض للإمام زين العابدين عليه السلام أبدا. نعم. وكان يقول للحجاج لما كان والي على المدينة، كان يقول له جنبني دماء بني هاشم فإني رأيت كيف أن الله تعالى أهلكهم بني أمية حينما أوغلوا في دماء العلويين. نعم. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يتحدث، يعني كان أول من اتخذ كرسيا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان يفتي الناس ويحدث الناس. كان الإمام عليه السلام يغتنم الفرص الكثيرة للاحتكاك بالأمة. كان أكثر فرصة الإمام يتصل بالأمة في موسم الحج. في موسم الحج أيضا ينصب كرسي للإمام عليه السلام ويجلس عليه، تنقل حباب الوالبية تقول فإذا فرغ الإمام من صلاة الفجر عقبه حتى طلعت الشمس، فإذا طلعت الشمس جلس على المنبر فلا يقوم عنه حتى يؤذن لصلاة الظهر. هذه الفترة كلها الإمام بشكل يومي مستمر، والحجاج يسألون، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر قام الإمام عليه السلام من على منبره وصلى بالناس. إذن الإمام كان يحتك بالأمة في هذه المناسبات وكان يعلمها. نعم. يعني روايات اللي عندنا مثلا أن الإمام عليه السلام هو أول من بقر العلم، يعني شق وعاء العلم واستخرج كنوزه تفاصيله. طيب. تفاصيل المسائل الشرعية، الأحكام الحاج، أحكام الحلال والحرام وغيرها، التفاصيل الدقيقة، أول من أسس ذلك الإمام الباقر عليه السلام. نعم. الإمام الصادق أيضا جاء أكمل المشوار. فهذا الجانب الأول، احنا حتى نستعجل في الموضوع لأنه تجي أسئلة كثيرة. بل. الجانب الثاني، الإمام عليه السلام اختص بمجموعة عبر عنهم الشهيد صدر بالجماعة الصالحة أو النخبة اللي استطاع الإمام أن يربيهم تربية خاصة وكون منهم علماء، قسم في مجال العقيدة، قسم في مجال المناظرة والكلام، قسم في واحد في مجال الفقه مثلا. نعم. وهكذا. والإمام بعد أن بناهم بناء علميا دقيقا أمرهم بالخروج وبثهم بين الأمة من أجل أن يحدثوا الناس، فكان مؤمن الطاق، وكان جابر بن يزيد الجعفي، وكان محمد بن مسلم الذي يقول ما شجر في رأسي شيء حتى سألت الإمام الباقر عنه ولقد سألته عن 30,000 مسألة. هذا واحد من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. جابر بن يزيد الجعفي أيضا عنده كم هائل من المسائل التي يرويها عن الإمام الباقر، مؤمن الطاق وهكذا. فهناك مجموعة من الفطاحل من العلماء اللي رباهم الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام. هاي اثنين. نعم. الآن الجانب الثالث، أن الإمام عليه السلام هو قدوة، فالقدوة يجب أن يظهر للناس، لذلك الناس تنظر إليه، فترى مثلا الإمام مع علومه ومع كثرة انشغالاته كان بعض الأحيان يخرج إلى ضيعة له مع غلمانه ويحمل مثلا يطلع يشتغل بستان. هذا اللي ينقلها. هذه الفقرات مليا بعد قليل سماحة السيد. نعم. عفوا للمقاطعة عذرا. طالما تحدثنا من أجل أن نربط الموضوع، تحدث سماحة السيد جزاه الله خير جزاء عن علم الإمام الباقر عليه السلام. دكتور، دعنا نأخذ كيفية أخذ
الزاد، الزاد العلمي من الإمام الباقر، وجعله في حياتنا العلمية. بالطبع الإمام الباقر كما ذكر سماحة السيد، يعني أنا أضيف يعني لما ذكر السيد، حتى أنه راعى جانب الاختصاص. الأسماء التي ذكرها جناب السيد الكريم كان بعضهم يجادل أهل الإلحاد وأهل الكفر، فجاءه آخر من أصحاب الإمام قال نهانا الإمام عن ذلك، قال بالمجادلة؟ نعم، قال نهاك أنت ولكن لم ينهني أنا. فذهب إلى الإمام قال نعم أنا أجزت له أن يدخل في الجدال الاختصاص، لأنه كان مؤمن الطاق يستطيع أن يجادل فينتصر، بل أن هناك مناظرات ومغالبات حتى مع الخوارج لطلبة الإمام الباقر عليه السلام. كان أحدهم يناظر قال أنتم لماذا حاربتم الإمام على عليه السلام، حتى نعرف أن الإمام كان دقيق في اختصاصاته ويوظف كل اللي اختصاصه. هذا قال له لأنه حكم الناس في الدين. قال إذن أنا أريد أن أتناقش معك ونريد أن أكون معكم في دينكم. فيقول هذا زعيم الخوارج، قال لهم اقبلوا به فإنه سينفعكم. قال ولكن قبل أن ألج معك في النقاش أريد أن تضع لنا حكما، إذا غلبتك من سيحكم بهذا الحكم، وإذا غلبتني بعد ذلك معروف الأمر، لكن أريد أن تضع لنا حكما كي إذا أنا غلبتك بحجتي وكانت هي الأقوى فأضع لنا حكما. قال فلان هو يحكم من أصحاب هذا الزعيم. قال إن صاحبكم قد حكم في دين الله، فرد عليهم حجتهم، يقول كان سريع البديهة كذا. هكذا الإمام الباقر عليه السلام ربى تلاميذه، يقول فضربوه أصحابه يعني في الوقت المباشر. يعني الذي نحتاجه في حياتنا كما ينتشر لدينا الآن يعني العولمة والإلحاد، وهو اتجاه بالحقيقة يحتاج إلى تفاصيل. يعني نذهب دائما إلى الجانب الحسي، والجانب الحسي دائما لا يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام الباقر عليه السلام هذا السؤال الذي طرحه أمير المؤمنين عليه السلام والذي وجد في نهج البلاغة، من أين وفي أين وإلى أين، نجد أن أهل البيت عليهم السلام سراج واحد، ربما يختلف الوعاء الذي يوضع في هذا العلم الذي أشبهه أحيانا في بعض محاضراتي أنه بالحلوى، إذا اختلف الإناء الحلوى واحدة والسراج واحد والنور واحد، المشكات واحدة. فهنا الإمام يأتيه سائل يعني عن بعض المحمد، يقول له ما هو الله؟ قال الأوحد. الإمام قال هو الأوحد. السائل قال كيف هو؟ قال ملك مقتدر. قال الله. قال السائل أين هو؟ قال الإمام عليه السلام بالمرصاد. قال ما عن هذا سألتك؟ السائل قال الإمام قال ما عن هذا سألتك؟ قال إنما أجبتك ما أجبتك به فهو صفة الحق، فأما غيره فهو صفة الخلق. هذه المسألة التي طرقها الإمام، وهي تكمل لكلام السيد. الإمام هنا الباقر عليه السلام فتق العلم بتفاصيله بتحاليله العملية. هذه المسألة التي تعرض لها الإمام لم يتعرض لها أحد من الفلاسفة وأهل الكلام إلا جده أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا السائل ماذا كان يريد؟ هذا السائل كان يريد بسؤاله أن يجعل الله شيئا كالأشياء فيوصف، يريد أن يتدخل الآن اللي موجود الآن لدينا، يريدون أن يتدخلوا في ذات الله. ما هو الله؟ كيف؟ لماذا لا نرى الله؟ والحال أن هذا الحس لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فالإمام هنا بسؤاله هذا أجاب عن مسألة كلامية وفلسفية عالية الدقة. قال تكلموا في مخلوقات الله ولا تتحدثوا في ذات الله، لأن المتحدث في ذات الله لا يصل إلى حقيقته بل يزداد عطشا كشارب ماء البحر. لكن التحدث في مخلوقات الله لك أن تتحدث ما تشاء، لأنها كلها تدل على الله سبحانه وتعالى بنظامها، كما يقول داروين، يعني حتى على مستوى نظرية داروين يقول على حسب اطلاعي فإني نظرت إلى الأشياء التي وجدت وعاشت الأحياء على الأرض فوجدتها قد خلقت من صورة واحدة أزلية جعل الخالق فيها نسبة الحياة وهي من صورة واحدة أزلية، هذا على مستوى نظرية داروين يعني. إذن هناك تمعن وإشغال للفكر. الإمام عندما أطلق أو بقر العلم بهذا الاتجاه أراد أن يحرر الفكر، وهذا هو أساس الحياة الإنسانية. ربما تتطور الحياة الإنسانية لكن الفكر الإنساني ودعوة القرآن، إذا عدنا إلى القرآن نجد أن القرآن أكثر من 100 آية تدعو إلى التفكر والتعقل، بينما الفقه الذي ينتشر الآن في ساحة الأرض لا تتجاوز آياته 500 آية. أنا أعتذر لأن سماحة السيد هو بعد أستاذي يعني بهذا الموضوع، لكن إحصائيتي ربما أكاديمية أو قليلة.
إذن الإمام عليه السلام الحياة التي تزود منه بها هو الحياة الفكرية التي أرادها. لماذا ترك كل الحروب؟ لماذا ترك كل الأشياء واتجه إلى تأسيس العلم؟ لأنه أساس حياة الإنسانية. إذن علينا أن نستقي من هذا البحر العلمي ومن هذا الذي بقره الإمام عليه السلام بما نستطيع، كل من باختصاصه فيخدم الإنسانية بالخدمة التي أرادها الله. أحسنتم. سماحة السيد، حينما اختص الإمام الباقر بالعلوم وعرفنا شيء بسيط عن هذا الاختصاص، تحدثتم عن القدوة. نعم. كان قدوة. نعم. فكيف كان الإمام عليه السلام قدوة؟ وعادة ما حينما نقلب صفحات الكتب نجد أن معظم الكتب تتحدث عن علوم أهل البيت، ولكن ما دغدغت مشاعرنا كيف تعامل الإمام كي يكون قدوة لنا وللمجتمع؟ نتعرف على هذا إجابة هذا التساؤل سماحة السيد، ولكن دعنا نأخذ استراحة بسيطة ومن ثم نتواصل معك ومع السادة المشاهدين. جزاكم الله خير جزاء. سادتي المشاهدين الكرام، ابقوا معنا، هنالك استراحة بسيطة وبعد ذلك نتواصل معكم، ابقوا معنا. قال ابن حجر الهيتمي في شأن الإمام الباقر عليه السلام: وارثه منهم، أي وارث علي بن الحسين عليهما السلام من ولده، عبادة وعلما وزهادة. أبو جعفر محمد الباقر سمي بذلك من بقر الأرض، أي شقها وأثار مخبآتها ومكامنها، فكذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية السريرة. ومن ثم قيل فيه: هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه، وعمرت أوقاته بطاعة الله، وله من الرسوخ في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة. وكفاه شرفا أن ابن المديني روى عن جابر أنه قال له وهو صغير: رسول الله يسلم عليك. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: كنت جالسا عنده والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال: يا جابر، يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين، فيقوم ولده، ثم يولد له ولد اسمه محمد، فإن أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم سادتي المشاهدين الكرام مرة أخرى، وكذلك التحية أوجهها إلى ضيفي الكريمين سماحة السيد قاسم الموسوي الأستاذ في الحوزة العلمية، فأهلا وسهلا ومرحبا سماحة السيد، جزاكم الله خير جزاء. كذلك زميلي العزيز الدكتور ناجح الميالي، فأهلا وسهلا ومرحبا دكتور. حياك الله. سماحة السيد، كنا قبل الفاصل نتحدث عن القدوة، كيف لنا أن نجعل الإمام الباقر قدوة لنا وخصوصا الشباب، يعني خصوصا في هذه المرحلة، كيف كان يمكننا أن نأخذه قدوة؟ يعني عادة القدوة يكون في أفعاله. نعم. في أقواله. نعم.
حينما يكون هناك تطابق ما بين القول والفعل يكون قدوة. حينما هذا الإنسان الذي يدعو للمبادئ يكون هو أول من يطبق هذه المبادئ على نفسه يكون قدوة. أحسنتم. حينما يسارع قبل غيره من أجل إحقاق الحق ونصرة المظلوم ورفع الحيف عنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإنفاق على الفقراء إلى غير ذلك مما سنذكر بعض مصادقها يكون قدوة. ماذا تريد الأمة من القدوة؟ الأمة تريد من القدوة أنه أول من يطبق هذه المبادئ. والله ما أمرتكم بشيء إلا وقد سبقتكم إلى العمل به، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه. ميدانكم الأول أنفسكم، إن أنتم قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر. الإمام أمير المؤمنين كان يقول سلام الله عليه: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه وبتهذيب نفسه، فإن معلم الناس ومهذيبها، يعني ما مضمون كلام الإمام أن الناس تأخذ منه وتستفيد منه أقدر من وأفضل من ذلك الذي يعلم الناس بلسانه بسلوكه. الإمام الباقر عليه السلام في مجال العلم كان قمة لا يجارى، وكلام العلماء في عصره يشير بهذا المعنى. نعم. وحتى أن هشام بن الحكم في مرة كان جاي إلى المدينة في المسجد، فأخبره أحد جلاوزته أن هذا الشخص هو ترى محمد بن علي بن الحسين. قال: هذا المفتون به أهل الحجاز؟ قال: بلى. قال: اذهب إليه واسأله أن أهل المحشر يوم القيامة هل يأكلون ويشربون؟ قال: نعم. قال: وما يأكلون؟ قال: يأكلون كما تقول الرواية، الإمام يقول يحشر الناس على مثل قرص نقي، يعني نوع من الخبز يأكلون ويشربون. فهشام رأى أنه ظفر بالإمام، أراد أن يفحمه. قال له: اذهب قل له ما أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ. فقال الإمام عليه السلام: هم في النار أشغل، ولم يشغلوا عن قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما أفاض الله أو مما رزقكم الله. فسكت هشام. أبو حنيفة أيضا يشير إلى علم الإمام، غيره كل العلماء اللي كانوا معاصرين من الفرقة الثانية يشيرون إلى علم الإمام وأنه بقر فعلا العلم بقرة. يعني مثلا ابن عيينة يقول عنه أنه أنا كنت أمامه مع أنه كان كبيرا فقيها كبيرا، نعم، يقول: أنا أكون أمامه كالطفل بين يدي معلمه. وهكذا المجال القدوة في مقام أولا الخلق، وفي مجال العلم، في مجال العبادة، في مجال الإنفاق والتصدق والزهد في الدنيا. فلنأخذ أمثلة سريعة على ذلك. مثلا في مجال عبادة الإمام عليه السلام، يقول الإمام الصادق: كان أبي كثير الذكر، يقول: كنت أمشي معه وكنت أرى لسانه لازقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله، لا ينقطع حتى وهو مع الناس كثير الذكر ولا ينقطع عن الذكر. يقول: كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا، يأمره بقراءة القرآن، ومن لا يقرأ يأمره بالذكر. الإمام عليه السلام يجمع العيال جميعا، يقول: كان أبي إذا أحزنه أمر جمع النساء والصبيان ثم دعا فأمنوا. كانوا يرون الإمام عليه السلام في الليالي المظلمة يبكي، يصلي فيبكي، وبعض الأحيان يغيب عن الوعي. دخل، هذا ينقل الرواية، أحد أصحابه اسمه أفلح يقول: دخلنا إلى المسجد الحرام فنظر إلى الكعبة، فلما رأى الكعبة شهق بالبكاء، بكى بكاء كبيرا كثيرا. فقال: قلت له: سيدي يا ابن رسول الله، الناس ينظرون إليك وأنت تبكي. قال: ويحك يا أفلح، ولم لا أرفع صوتي بالبكاء؟ لعل الله تعالى ينظر إلي برحمة منه فأفوز بها غدا. هذا البكاء سوف يكون سبب لنزول الرحمة علي. يقول: ثم جاء طاف بالبيت، ثم جاء خلف مقام إبراهيم صلى، أطال الصلاة بعدين وسجوده، فلما فرغ رأينا أن موضع سجوده قد ابتل بكثرة دموعه صلوات الله وسلامه عليه. هذا في مقام العبادة. في مقام مثلا الأخلاق، أخلاق الإمام أيضا قدوة. كيف يكون قدوة؟ لما الإمام عليه السلام يتعالى عن الصغائر ويكبر عنها. يعني النصراني مثلا جاء، ما أظن أنه كان يريد أن يهين الإمام بقدر ما أراد أن يختبر الإمام. قال له: أنت بقر؟ قال: لا، أنا الباقر، بابتسامة وبهدوء وبحنو ولطف. قال: أنت ابن الطباخة؟
قال تلك هي حرفتها، يعني أمي. قال أنت ابن السوداء الزنجية البذيئة. الإمام أيضا لم يفقد توازنه، بكل هدوء وابتسامة قال إن كنت صدقت غفر الله لها، وإن كنت كذبت غفر الله لك. الله. فانفجر هذا النصراني، قال أشهد أن هذه أخلاق الأنبياء وأبناء الأنبياء، وأشهد أنك ولي الله حقا، ثم أسلم على يديه الإمام الباقر عليه السلام. هذا جزء من خلق الإمام. في الرواية الشريفة أنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. طيب، وأما جانب آخر عمل الإمام، الإمام قلت مع أنه كان كثير المشاغل والاستفتاء وعلم وكذا، لكن مع ذلك كان يعمل، كان عنده ضيعة ويعمل. ينقل هذا الرجل محمد ابن المنكدر، هذا صوفي، يقول في يوم شديد الحر وقت الظهيرة بعد صلاة الظهر رأيت هذا الرجل، نظرت إليه فإذا هو محمد الباقر، هو يعبر عنه شيخ من أشياخ قريش. يقول في هذا الوقت طالع إلى الضيعة يريد يعمل في الضيعة البستان، ومعه غلامه يحمل هذه المسحات. يقول فقلت والله لأذهبن إليه فأعيضه. فذهب إليه قال له يا ابن رسول الله، شيخ أنت من أشياخ قريش في مثل هذا الوقت خارج لطلب الدنيا، ما تقول لربك لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة؟ يقول فالإمام استوى، يعني حينئذ عدل وقفته، ثم قال له ويحك لو جاءني ملك الموت وأنا على هذه الحالة في طاعة من طاعات الله، أنا ذهب راقية حتى أكف نفسي عنك وعن أمثالك وأكد على أهلي وعيالي، أما أني كنت أخشى أن يأتي ملك الموت وأنا في معصية من المعاصي. الإمام فهذا الرجل ارتبك، قال له رحمك الله يا ابن رسول الله، جئت لأعظك فوعظتني. زين، أيضا هذا جزء نعبر عنه أيضا قدوة الإمام عليه السلام. بعد الإمام قدوة في أحاديثه الرائعة، الإمام حجة في ثلاث مواقف، حجة علينا في أقواله وأفعاله وتقريراته. التقرير يعني الإمضاء، إذا رأى شيئا معينا الإمام إما أن يمضيه أو بالسكوت. يسكت عن يعني يسكت عن سكوته دليل على رضاه، وإن لم يرضى عنه لابد أن ينهى عنه لأنه هو المسؤول عن الشريعة، فلا بد أن يسكت. فالإمام ترك لنا كما هائلا من الروايات الرائعة في كل المجالات. على سبيل المثال مثلا أذكر كم رواية، رواية يقولها الإمام عليه السلام، قال ينقلها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين. الجاحظ ليس منا مثلا، يقول لقد جمع محمد بن علي بن الحسين يعني الإمام الباقر صلاح حال الدنيا بحذافيرها في كلمتين، فقال صلاح جميع المعايش والتعاشر ملء مكيال، ثلثاه فطنة وثلث تغافل. أن الإنسان كيس فطن، لكن مع فطنته يجب أن يتغافل عن كثير من الأشياء، وإلا إذا صار يدقق في كثير من الأمور ما تصير الحياة، يعني الحياة تتكدر إذا صار الإنسان يدقق في كل مسألة. المسألة كثير من الأمور تحتاج إلى التغافل والتجاهل والتسامح فيها، لأن الإنسان مجبول على الخطأ ومجبول على مثلا على السهو ومجبول على الذنب، فينبغي أن نتسامح فيها ولا نؤاخذ الإنسان على كل شيء. أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير جزاء. دكتور، يعني بعد هذه الكلمات اللي ذكرها سماحة السيد، وكيف كان قدوة وكيف ينبغي أن يكون القدوة بشكل عام، لو جاء أحدهم وخصوصا أنت أستاذ في الجامعة دكتور، وطالب يقول يعني أنتم تتحدثون عن الإمام الباقر ونحن في هذه خضم هذه العلوم وخضم هذه التكنولوجيا، فأين يكون موجود الإمام الباقر في ظل هذه الخضم، خضم العلوم والتكنولوجيا؟ أحسنت سادة رسول الله، له هذا السؤال الذي يغلب على أكثر شبابنا وطلبتنا يعني في هذا الوقت الحاضر، وهذه هي النظرة التي نريدها، أنه الإنسان
كما يقال وفقا لمسيرة الحركة الجوهرية التي الإنسان وفقا لهذه الحركة حركة الحركة الجوهرية عند الإنسان ابن البيئة يعني يتكامل في بيئته التي يعيش فيها وفقا لهذه البيئة. فإذا كان هذا المعترض يعني يرى أن هذا الوقت أو التأريخ هو تطور ولا علاقة له بزمن الإمام الباقر بعده عاش في زمن ليست في هذه التكنولوجيا والإنترنت والأشياء التي نعيشها الآن هذا هو نفسه يرد على السائل. هذه مشكلتنا احيانا نسال السؤال والسؤال ليس في موقعه كما جاء احدهم يسال الامام الباقر عليه السلام قال متى كان ربك؟ قال ويلك. الامام يقول قال ويلك انما يقال لمن لم يكن متى كان لكنه موجود ان الله كان وما زال وهو حي وفي حديث طويل يعني هذا السائل ايضا اذا سال هذا السؤال هو الذي يجعله يعود مباشره الى الامام الباقر عليه السلام بعده وفق النظريات الحالية اللي موجودة لدينا الآن. طبعا توجد هناك نظرية في التاريخ نظرية الديالكتيكية المادية اللي تنظر فقط إلى الأشياء المادية وهناك النظرية التي تؤمن بالعلل الحركية للتاريخ يعني هناك من يحرك هذه العلل في التاريخ يعني التطور هو ساحة الإرادة والحكمة الإلهية في الزمن هو واحدة من إرادات الله سبحانه وتعالى لهذا التطور الذي أراده. فعلينا أن نعمل الفكر هذا التطور لماذا تطورت هذه الإنسانية؟ من الذي جاء بهذا التطور؟ من الذي أودع هذه الخزائن في داخل الإنسان؟ طبعا هذا لا ينفي حركة الإنسان في التاريخ وعليه أن يعيش في البيئة التي هو فيها. فنأخذ من الإمام كيف أنه في تاريخه في ظروفه المعاصرة استطاع أن ينبثق بما انبثق به وأوصله لنا من علم وفق المعطيات التاريخية اللي موجودة. أيضا الآن المعطيات التاريخية اللي موجودة لدينا يعني لا ننسى أن التاريخ أحيانا بحادثة صغيرة تنقلب أشياء كبيرة يعني لا ننسى هذا الجانب. يعني على سبيل المثال في حياة الإمام الباقر عليه السلام الدولة الأموية عندما سقطت بحادثة لعلها من الطرافة يعني فيها محمد بن مروان يعني كان في 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 معسكره في حرب مع العباسيين وكانت الجيوش مجيشة وكذا كان مصاب بما يسمى بانحصار في البول يعني انحباس في البول يعني فبسبب هذا الانحباس خرج في الليل إلى مكان ليقضي حاجته ظفر بها أحد الجنود العباسيين فقتله فنادى في المعسكر قال قتلته حتى قالوا يعني قال ذهبت دولة بني أمية في بولة يعني في هكذا. إذن أنا أريد أن أصل من هذه الحادثة على طرافتها أن هناك أحداث في التاريخ على الإنسان أن يتقمصها قد تقلب وجوه الواقع الذي نعيشه صح. فالإنسان ابن البيئة ابن التاريخ. هذه الحركة الجوهرية التي ذكرناها لعله تحتاج إلى تفاصيل كثيرة سماحة السيد يعني هو أستاذنا في هذا الموضوع الحركة الجوهرية اللي جاء بها ملا صدرة وغيره أن الإنسان يتطور ذاتيا بداخله مو فقط الجانب المادي فيه لكن الروحي الروحي لكن هذا الجانب الروحي هذا المادة هذه الجوهر لا بد له من بيئة أساسية هو الجسد المادي فمن خلال الجسد والبيئة يتكامل هذا الإنسان ويرتقي إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ. فتبقى الإنسانية ويبقى الفكر وتبقى الحالة الإنسانية الجوهرية لدى الإنسان وتطوره وفق معطيات التاريخ الموجود أما التطور إذا أراده وقال هذا التطور يعني لا علاقة لنا بالإمام ولا نحتاج الإمام لا التطور هو واحدة من نستطيع أن نسميه بمصطلحاتنا الحديثة هو مسرح الحكمة الإلهية واحدة من علامات الحكمة الإلهية التي ترجعنا إلى الله سبحانه وتعالى لنعرف هذا الطريق وهذا التطور كيف حصل في هذه الإنسانية. إذن الإمام الباقر عليه السلام بتأسيسه لتلك العلوم واتجاهه إلى العلم وكيف وظف التاريخ لا ننظر إلى الماديات فقط الإنسان ليس لا يتكامل بالمادة فقط المادة هي وعاء لينطلق بروحه وجسده ليعبر عن المعاني الروحية والإنسانية التي يمتلكها أحسنتم هذه الروح التي في داخل الإنسان لذلك هذه الروح الإنسانية مثل كما ذكر جناب السيد هذه الروح الإنسانية بالخلق جعلت هذا الرجل يتحول إلى الإسلام ما حولناه بالماديات لو امتلكت كل أساطيل الدنيا لا يمكن لا تستطيع أن تلك قلب أو تحت خصوصا في العقيدة العقيدة مسألة صعبة في العقيدة هذه الأساطيل الموجودة الآن لا تستطيع أن تحول الإنسان فيها إلى مسلم أو إلى إيمان لذلك ولذا بحثوا في هذه المجال إلى لذلك لا إكراه في الدين إذن علينا أن يكون التأريخ أو التطور كان هناك بحثا في في أمور واقعا للسائل نقول له أن نعم في التأريخ هناك حركة مادية يعني ديالكتيكية خاصة فقط بالمادة تنظر إلى المادة هي مادة حسية هذه لا تنسجم مع فطرة الإنسان وإرادة الإنسان التي أرادها الله فطرة الله التي فطر الناس عليها الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يعمل الفكر ويتعايش مع التطور أيضا الزمن الذي نعيش فيه الآن
الآن ربما يصدق أي عاقل منا قد يأتي بعد مرحلة زمنية أكثر أصلاً أكثر. هذا الزمن يوعد لا شيء قياسا لما يأتي الآن هذا الإنترنت والحركة خصوصا إن شاء الله نصل إلى هذا الزمن حينما يظهر الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. سماحة السيد ذكرتم الكثير من الصفات للقدوة وجسدتموها في الإمام الباقر عليه السلام. هذه الصفات، هذه العلوم، هذه المشاغل كما عبرتم عنها، كل هذه لابد أن يحتك بالدولة، صحيح. أمر طبيعي. فالاحتكاك بالدولة قد يجره إلى مشاكل، فهل أن الإمام قد سجن؟ قبل أن أذكر هذه القضية لابد يعني من يمر بحياة الإمام الباقر عليه السلام يجب أن لا ينسى فضل الإمام الباقر عليه السلام على الأمة الإسلامية كلها في عملية سك النقود الدينار والدرهم. يعني نفس الأمر اللي كنا نتحدث عنه عن التكنولوجيا، يعني مسألة أنا أسف مقاطعة السيد، يعني كانت مسألة تاريخية مع أن الإمام كان في دولة هي لا تدين بالإسلام الحقيقي، لكن قياسا مع الدولة الكافرة أمر بسك العملة. يعني نعم جناب السيد، القصة يجب أن يعرفها المشاهد أن ملك الروم كان هناك بعض النقوش موجودة على بعض الفخار أو غيرها أو أقمشة، فمر عبد الملك بن مروان أمر بترجمتها، جاء بترجم، فلما ترجمها طلعت بسم الأبي والابن وروح القدس، فاستاء أن هذا أمر موجود بالجسمة، فأي أمر أخوه اللي هو عبد العزيز بن مروان كان واليه على مصر، أمره بمنع الاستيراد هذا النوع اللي عليه هذه النقوش الرومية. نعم. فملك الروم أراد أن يجامل عبد الملك بن مروان فأرسل له هدية حتى يغض الطرف، رفضها عبد الملك، ضاعف الهدية مرة ثانية رفضها عبد الملك، بعدين بعث له تهديد قال له إما أن تكف عن هذه وأجعل النقود فيها شتم لنبيكم. لما هدده بذلك اضطرب عبد الملك بن مروان، استدعى العلماء كذا، ما المخرج من هذا الأمر؟ فلم يحري جوابا، ما لقى جواب عند واحد من هو ذاك أراد أن يمنع لا هدده بأن يضرب على نقود الدينار والدرهم شتم النبي صلى الله عليه وآله إذا لم يكف عبد الملك عن استيراد هذه الأشياء التي فيها بسم الأبي والابن والروح. فقال له أحدهم إنك لا تعلم المخرج ولكنك تتجاهله. قال ويحك أين؟ قال هو عند محمد بن علي الباقر. فأرسل عليه عبد الملك بن مروان، جاء به من المدينة طبعا معززا مكرما، فلما عرض عليه قال الأمر سهل. قال كيف سهل؟ قال أولا لا يستطيع ملك الروم أن يفعل هذا الشيء أبدا، أن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستحيل، لكن أدعو الآن أتنا بالذهب وكذا. فجمع كميات كبيرة من الذهب والفضة وأعطاه الإمام، علمه كيفية صناعة الدينار والدرهم. والدينار له وجهان، الوجه الأول تكتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، الوجه الثاني سورة التوحيد، وبأطرافه دائرة مدائرة تكتب السنة والمكان اللي صنعت فيه هالشكل تماما. ومنذ ذلك الوقت طبعا أعطى حتى المقدار، يعني أعطاه المقدار الذهب بالدينار ومقدار الوزن الكافي وعمل به، فكان ذلك نصر يعني كبير. عبر عن هذه الحالة يعني حتى أن ملك الروم حصار على الدولة الإسلامية، أراد أن يحاصر الدولة الإسلامية، صحيح. بسكل عملة من قبل الإمام فك هذا الحصار وانتعشت الدولة الإسلامية. أحسنتم، صحيح. أحسنتم. الآن نرجع إلى ذلك. نعم سماحة السيد، عفواً على السريع موضوع سجن الإمام عليه السلام. نعم. الإمام سجن في أيام هشام بن عبد الملك، سجن أيوة، بعث عليه هشام وأراد أن يذله. الإمام عليه السلام طبعا حضر المجلس وسلم سلام عام، ما سلم على هشام بإمرة المؤمنين، فاغتاظ منه، قال أنكم بنو هاشم لازلتم تشقون عصا المسلمين، تدعون إلى أنفسكم سفها وكذا. بعض خواص أيضا تكلموا على الإمام عليه السلام. الإمام قال لهم بكلام موجز وجميل، قال لهم أين يعني أنا تذهبون وإلى أين تذهبون،
ولاحظ كلام الإمام عليه السلام، قال لهم أيها الناس أين تذهبون وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم وبنا يختم آخركم، فإن يكن لكم ملك معجل فإن لنا ملكا مؤجلا، وليس بعد ملكنا ملك، لأن أهل العاقبة يقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين. حينئذ أمر به هشام بالحبس فأودعه الحبس. سماحة السيد في دقيقة واحدة، عرفنا أن الإمام الباقر، أن الإمام الصادق كان لديه تلامذة في الكيمياء وغير تفاصيل أخرى من العلوم، فماذا عن الإمام الباقر؟ هل هو الذي أسس لهذه العلوم الإمام الباقر عليه السلام؟ الإمام الصادق جاء أكمل، يعني لاحظ أن تلامذة الإمام الباقر عليه السلام أكملوا مشوارهم عند الإمام الصادق. كلمة جامعة كان سيدنا بحق، يعني بحق أحسنتم، سميت كلمة جامعة يعني أطلقت، أنا لم أطلقها على تسمية الجامعة الحديثة عندنا، لا جامعة بمعنى الكلمة، كانت جامعة، كان هو المؤسس وبعد ذلك استمر بها بهذا التأسيس. يعني الإمام أسد حيدر يقول تتبعنا الصادق، تتبعنا الرواة عند أو التلاميذ اللي حضروا عند في عند الإمام الصادق عليه السلام، وكان عددهم يربو على 4000 راوية حديث، هؤلاء في علوم مختلفة. أحسنتم. سيدنا دكتور ناجح، كيف لنا أن نستطيع إسقاط الحياة الاجتماعية وأيضا السياسية؟ نعم، كلام واقعي وجميل جدا بصراحة، وهو ما نحتاجه من زاد لشبابنا بصراحة، ولا بد أن يكون هو التركيز عليه، لكنه يحتاج، يعني لا تكفيه الحلقة بصراحة، لأنه هو حياة أمة، وكما ذكرت أنت أحد الطلبة اللي وجه سؤال يعني أين زمن الإمام وكذا، فعلينا أن تكون هناك دراسة خاصة بصراحة لمعاملة الأمة، وأنا معه فيما طرحه، لأنه الزاد الحقيقي الذي يجعل لدينا حياة كريمة نعيشها وارتباط بأئمتنا حقيقة. جزاكم الله خير جزاء، جميل يعني. شكرا جزيلا، الله يبارك فيك. كان بودنا سماحة السيد أن نطيل معكم، ولكن الوقت داهمنا، فلا بد لي الأخ المخرج بها يقول انتهى الوقت. شكرا جزيلا في هذه اللحظات، شكري وتقديري لسماحة السيد قاسم الموسوي، جزاكم الله خير جزاء، كذلك شكري وتقديري للدكتور ناجح الميالي التدريسي في علوم القرآن جامعة المثنى، شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم، وشكري موصول لكم أنتم سادتي المشاهدين الكرام، وكذلك أبعث لكم كادر وتحياتي كادر هذا البرنامج وهذه الندوة، وحتى نلتقيكم وحلقات قادمة نأمل من الله سبحانه عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة. حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتي أنا محدثكم في أمان الله، سمحت السيد، شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم، شكرا جزيلا، الله يبارك فيكم.